هلا المرأة السورية اليوم هي لكل العالم مثال، يعني خير مثال على المرأة المناضلة ويلي الصابرة ويلي بتحارب بطريقتها الخاصة. يعني اليوم هي يمكن مثل ما حكينا من شوي عن انه من قلبها مجروح ومن تمساكت، ولكن بتكمل لقدام، بتربي أجيال. فالمرأة السورية هي يعني من يومها امرأة معطاءة. ف إذا بدي أقول لها شيء بقول لها يا غناء. يلا وداني أطرز صدري وجوها حزينة وأضواء زينة، وجوها حزينة وأضواء زينة كحارات بيت الفتي الصغير. وهات يديك أعمر قصري فوق الخراب الكبير الكبير، فوق الخراب الكبير الكبير.